الخير عليكم ستات تبروير، معانا المقص نازل في العروض، نازل في العروض باللون الاخضر ده احمر. هنبص نشوف التبروير. اول حاجه فيه هنا نقطتين كده هنا وهنا، علشان لما بيتقفل الاول هو بيتفتح يبقى اتنين. في هنا ده مسمار بتدخليه جوه هنا وتقفلي كده اتنين. بصي بقى القفله، في هنا ده مصد قصاد بعضهم، ده اخره المقص. ليه من هنا حرفين زي ما شايفين كده، الايد واسعه بتمسكيه كده تقصي بيه. لما بنفتحه كده بيبقى عباره عن سكينه، ودي سكينه بقى كده سكينتين. في الجزء ده مشرشر الى حد ما، ما بتحسيش بيه الا لما بتقرب الكاميرا منه، مشرشر. بتفتحي وترجعي تقفلي كده تاني. اهو المقص ده قوي جدا، بتقصي الفلفل، بتقصي الخضره، بتقصي اللحمه، بتقصي الفراخ، بتقصي السمك. طبعا ده ماتيريال نيكل كروم 18/10، صحي جدا، ما بتفعلش مع المحتوى اللي بتقطعيه، ما بيصديش، عليه ضمان مدى الحياه، يعني ما بيتلمش ابدا. هنجرب قصادكم قطعه من الفراخ، هوريكم ازاي هو بيقطع العظم. ادي الفخ، ادي هو ورك سليم، عايزين نقصص الورك ده. بصوا معانا منتهى السهولة. اهو يا جماعة قص العظم الفرخة، طبعا دي بتبقى حلوة جدا لما بتعملي الفراخ قطع. شايفين اهي ازاي؟ هنمسك هنا الحتة اللي فيها الدبوس دي، اصعب حتة. اهو ادي يا جماعه الزامبل قصادكم، ده تقطيع الفراخ بالعظمه بمقص تبروير. المقص ده بقاله عندي مش اقل من 7 6 سنين، ما بيبردش ابدا، عليه ضمان مدى الحياه، سن حامي فور ايفر. مقص تبروير حاجه كده فوق الخيال، ملهوش وصف مهما توصفي. المواصفات بتاعته متعدده جدا لكل الاستخدامات، ممنوع قص بيه قماش او ورق او خيط، للحوم والفراخ والسمك والخضرة، الحاجات الخضار واللحوم والسمك فقط. مقص تابروير متوفر معانا في العروض، خصم قوي جدا الحقيقي، نزل اخيرا بعد طول انتظار. شكرا ستات تابروير، شكرا ستات الدهر.